بكل تأكيد مفيش مجتمع متقدم صناعيا وعنده إنتاج وصناعة قوية إلا لما يكون عنده تعليم فني وتكنولوجي وبجودة عالية كمان. تعليم قادر إنه يخرج شباب مؤهلين ومدربين بشكل جيد على النظم التكنولوجية الحديثة اللي بتقوم عليها الصناعة في كل القطاعات. من هنا جه التفكير في إنه يبقى عندنا منظومة للجامعات التكنولوجية في مصر، مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التكنولوجي المتطور، يكون مسار موازي لمسار التعليم التقليدي اللي كلنا طبعا عارفينه. بدأت هذه التجربة من حوالي 5 سنين، بدأنا بـ3 جامعات، دلوقتي عندنا 9 جامعات تكنولوجية. الخطة أن يكون عندنا جامعات تكنولوجية منتشرة في كل المحافظات، وده خلال الفترة اللي جاية. أكيد خريجين الجامعة دي بيكون عندهم أكتر من ميزة. أول حاجة أن نظام الدراسة بيبقى مرتبط بشكل كبير بالناحية العملية، وده بيضمن ليهم أنهم يبقوا متواجدين على طول في سوق العمل، مش هيبقى عندهم مشكلة أبداً في أنهم يدوروا أو يلاقوا فرصة عمل، لأنه بيكون مؤهل بشكل كويس، بيكون حاصل على تدريب تطبيقي ومهني، وده بيبقى من خلال دراسته في الجامعة، وكمان بيكون حاصل جنب ده على شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا، ده طبعا بيسمح له انه يكمل دراسته بعد كده، ويقدر يحصل كمان على الدراسات العليا سواء كانت ماجستير او دكتوراه. بكل تأكيد. ولما نيجي نفكر في تخصصات هذه الجامعات هنلاقي التخصصات بالنسبة للمشروعات اللي احنا بنعملها خلال الفترة الحالية في مصر بنحتاج هذه التخصصات، و مش بس ان خريج هذه الجامعات يكون مؤهل للعمل في سوق العمل في مصر، بس كمان بيكون مؤهل للخارج. تخصصات في تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، تكنولوجيا الأجهزة الطبية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الصناعات المعدنية، الصناعات الكيميائية. معظم هذه القطاعات هي متاحة للدراسة في هذه الجامعات التكنولوجية، والهدف منها زي ما قلت لحضراتكم أن الخريج يكون قادر على المنافسة في سوق العمل مش بس في مصر، لا يكون عنده ميزة تنافسية كمان في سوق العمل الإقليمي والعالمي. أكيد. وعشان كده إحنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون عندنا حلقة خاصة من داخل الجامعات التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ده غير إن كمان هيكون عندنا فقرات هتعجبكم إن شاء الله عن جامعة مصر المعلوماتية. هننقل لحضراتكم إزاي بيتم تأهيل الطلاب في التخصصات المختلفة، والتطوير اللي بيحصل في التعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في كل المجالات. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.